السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في الجزء الثالث من الدردشة. الآن وصلنا إلى النقطة، هل لو توفرت المعلومات اللازمة هل يمكن أن نتنبأ بالمستقبل وبدرجة عالية من الدقة؟ هنأخذ مثال بسيط جدا، ومثال يعني يعتبر كلاسيكي في نظرية احتمالات، اللي هي احتمال اللي هي المثال رمي القطعة النقدية أو الكوين. فلما نرمي القطعة النقدية طبعا عمل مستقبلي، يعني بيشوفوا نحن ايش ممكن يحدث، هل نحصلوا على أي وجه تنزل العملة. لو فرضنا العملة لها وجهين، العملة النقدية لها وجهين، اللي هو تسوي الهيد والتيل، بالدارج نقول الرأس والذيل. فعلى أي وجه ستأتي العملة؟ طبعا الآن بنرمي العملة، وبالتالي هو عمل مستقبلي، يعني مانيش عارف. فلو رمينا العملة وبشكل بلايند، يعني بشكل أعمى تماما وبدون أي محاولة إلى يعني تحديد النتيجة، ففي الحالة هذه حتكون معلوماتنا عن الـ عن عن الـ عن الـ عن الريزلت ستكون يعني عندها ما يسمى بالماكسيمم انسرتينيتي، اللي هي أعلى نسبة عدم يقين. عفوا ممكن فأعلى نسبة عدم يقين اللي هي حتكون لما الاحتمال يكون 0.5، يعني ممكن تكون هيد مع باحتمال 50%، ممكن تكون تيل باحتمال 50%. طبعا في هذه الحالة نقول ان عدم اليقين عندنا له اعلى درجة، يعني اعلى درجة من عدم اليقين، ما تقدرش تخمن شو ممكن تكون. وطبعا هذه تعتبر اسوأ حالة لمن يريد ان يتخذ قرار. يعني مثلا لو انت مثلا في شركة وفي عندك تبي تاخذ قرار معين، مثلا هل انفست او هل تستثمر اموال في هذا المشروع او لا، فعاده بتحسب مثلا الريسك فاكتورز واحتماليه يعني الكسب واحتماليه الخساره واحتماليه فشل المشروع الى اخره يعني. وبالتالي المفروض يكون عندك احتمال مثلا معين، على ضوء هذا الرقم انت ممكن تاخذ القرار بالاستثمار او بعدم الاستثمار. ما هي اسوأ حالة بالنسبة لمن يتخذ القرار؟ اسوأ حالة لما تكون ما عندش اي معلومة، فعدم وجود اي معلومات مفيدة، فهذه تخلي نسبة عدم اليقين تساوي كم؟ تساوي 0.5، يعني 50% ممكن يكسب 50% ممكن يخسر. ففي هذه الحالة طبعا هو يعني ممكن ياخذ نفس العملة هذه نفس الكوين ويرميها ويشوف النتيجة وعلى ضوها ياخذ قرار، فبالتالي نقول هذا القرار يعني ماهوش مبني على أي معلومات، يعني المعلومات عنده تقريبا صفر، يعني في اللي تساعده في أخذ القرار. تمام. الآن لو رجعنا لهذا المثال الكلاسيكي، هل في إمكانية أن نحن نعرف النتيجة بتاعت رمي العملة رأس ولا ذيل قبل أن تحدث؟ الإجابة هي نعم ولا في نفس الوقت. كيف؟ نظريا، خلينا نحكي بشكل نظري. نظريا لو ان انت عندك كل المعلومات اللي ممكن تأثر او ممكن يعني لها يعني دور في نزول العملة، بمعنى وزن هذه العملة، قوة الرمي، الانيشال ستيتس اللي هي الحالة الأولية، هل كانت على الرأس ولا على الذيل العملة، زي ما قلنا القوة اللي هي الفورس اللي ترميت بها، زاوية الرمي، ربما الضغط، الريح، الجراوند ستيفنس اللي هي الصلابة الأرضية اللي تنزل عليها العملة، هل لما تنزل العملة توقف وإلا يعني ممكن ترتد من جديد وتقفز في الهواء وتنزل مرة ثانية.
يعني طبعا قوانين الحركه اللي نحتاجوها، قوانين نيوتن الى اخره. فلو فرضنا فرضيا يعني، لو فرضنا انك عندك كل هذه المعلومات اللي من اكس 1 الى اكس ان، كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها فرضنا هي موجوده، بعدين تحتاج الى حاجه اخرى، تحتاج الى الموديل، تحتاج الى النموذج اللي هو بيعطيك بعدين الريزلت. يعني تحتاج مثلا تبني نموذج اف اللي هي الداله اف، هي حتكون طبعا مبنيه على قوانين نيوتن الى اخره، اللي هي حتعطيك النتيجه. وهنا نتوقع النتيجه حتكون يا اما 0 يا اما 1. يعني هنا الداله اف اللي هي من ان سبيس او من عدد ان من الابعاد الى انتجر نمبر، الى رقم حقيقي، اللي هو حيكون يا اما 0 يا اما 1. 0 مثلا هو الهيد، وال1 هو التيل، مثلا هو الراس والذيل. تمام. يعني لو فرضنا ان عندك كل هذه المعلومات، وعندك الداله بدقه كامله، وعندك المعلومات بدقه متناهيه، فهذه الحاله طبعا نستطيع ان احنا نحسب المستقبل برمي هذه العمله، ونستطيع ان نصل بدرجه عاليه من الدقه، او ربما لو كان عندك بدقه متناهيه كل المعلومات اللي تحتاجها، وعندك المعادله النموذج بدقه متناهيه او يعني 100%، فالحاله هذه طبعا ما عادش تصبح راندوم بروسيس، ما عادش تصبح عمليه عشوائيه، بل هي عمليه تحولت من عشوائيه الى حتميه. وانا نعرف بالضبط الان، نستطيع ان نقول لك 100% حتكون هيد، و100% حتكون تيل، وهي طبعا حاجه مستقبليه، وبالتالي سان نتنبأ بالمستقبل وفقا لهذه المعلومه. لكن هل هذا ممكن؟ طبعا النتيجه لا، عمليا هذا غير ممكن لعده اسباب. من هذه الاسباب مثلا يعني عدم إمكانية معرفة هذه القيم بدقة متناهية. مثلا الوزن بتقول لي مثلا 10 جرام مثلا أو 20 جرام بلس ماينس، يعني في نسبة خطأ، مستحيل 20.1 تمام، لكن ليش ما تكونش 20.1134 مثلا. فدائما السكيلينج أو الدقة في القياس عندنا فيها مشكلة. الحجم نفسه حقيقة، الحجم نفسه يعني ربما أثناء الرمي تتغير درجة الحرارة، أو بعد تغير درجة الحرارة، أو وقت قياس الحجم غير وقت رمي العملة، تغيرات في الضغط، ربما يكون في طير مار قريب من الرمي، من مكان رمي العملة، وكان الطير مسبب يعني حركة في الرياح، وهذه الرياح ممكن كانت جت كان في زاويه معينه اثناء رمي للعمله، وبالتالي اثرت فيها بنسبه ضئيله جدا، ولكن يعني كانت اوريدي كيوتيك البروسيس، او كان فيها نوع من يعني كانت تتاثر بشكل كبير باي تغيرات في المحيط، وبالتالي ممكن تغير النموذج نفسه. حيكون مبني على قوه نيوتن، ولكن مستحيل بيكون دقيق 100%، يعني حيكون في نسبه خطا. وبالتالي في الحقيقه في الرياليتي الواي حتكون هي الواي المحسوبه، هي 0 والله 1، ولكن حيكون مضاف لها نسبه خطا. نسبه الخطا هذه قد تكون ماينس 1 او 0 او 1. 0 معناها الـ يعني الـ ان هي ما فيش خطا. ناقص 1 ان هي لما كانت 1 مثلا، لما كانت تيل تطلع هيد، ولما كانت هيد تطلع تيل، هذه حتكون عندها احتمالات، هذه كل واحدة فيها حتكون عندها احتمالات. هذا الاحتمال طبعا يعتمد على ايش؟ يعتمد على مقدار دقة النموذج ومقدار دقة المعلومات اللي عندنا. فهذه احتمالات، قد تكون احتمالات الخطأ صغيرة جدا جدا، قد تكون مثلا 10^6 او 10^7، وقد تكون كبيرة، تعتمد على مقدار دقة المعلومات. كلما زادت المعلومات اللي عندك، كلما نقصت احتمالية الخطأ في هذا النموذج. ولكن بالرغم أن هذا المثال يعتبر يعني ممكن نقول عليه أبسط مثال في الراندوم بروسيس، يعني من يعني أبسط مثال ممكن تتخيله في 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 لإنتاج المستقبل أو المعرفة المستقبل، ومع ذلك مع أن هذا مثال بسيط جدا جدا، إلا أن إيجاد هذه العلاقة بدقة 100% تكاد تكون متعذرة وغير ممكنة. فهذه يبين لنا مقدار تعقيد الواقع والرياليتي. يعني ايفن هذا الاكزامبل هذا بسيط، لكن كان معقد جدا،
في ان نحن نجدوه بدقه عاليه، فما بالك مثلا بمعرفه المستقبل. مثلا ان شخص، يعني ممكن مثالنا شخص كان ماشي في طريق وبعدين في واحد قبله كان مثلا رامي قشره موز، فهو زلق عن موز ووقع على الارض مثلا تكسرت يده. فمثلا شو الامكانيه انه هو كان افويد البروسيس هذه، لو انه هو عارف ان في شخص في ساعه معينه حيطلع وحياخذ وحيتكي على المحل وحيشتري موز. يعني كل هذه المعلومات لو تتوفر لهذا الشخص كان ممكن ما يطلعش، وكان ممكن يتجنب، وكان ممكن يشوف الارضيه. يعني هذا مثال اخر نشوف انه في ديبندنسي عاليه جدا ما بين الاحداث، ما بين الايفنتس، اللي تجعل انه من الاسهل ومن مش حتى الاسهل حقيقه، انه هو قد تكون الطريقه الوحيده حقيقه للتعامل مع الرياليتي هي بالنظر اليها في وجود نقص المعلومات، وبالتالي بالنظر اليها بنظر عدم اليقين، عدم وجود اليقين. يعني اعطيك مثال اخر بسيط جدا، اللي هو مثلا خصوصا الناس اللي في الالكتريكال انجينير، وانا اتوقع ان الاغلبيه اللي حيشوفوا الفيديو حيكون عندهم الخلفيه الالكتريكال انجينيرنج. يعني قانون اوم نفسه فيه من التعقيد، يعني ما يستحيل معه انك انت تعرف التيار والفولتج بدقه 100%. يعني معنا احنا نشوف فيه انه هو قانون اوم، هذا اول شيء درسناه، يعني ان الفولتج يساوي الاي في الار، يعني هذه اول حاجه درسناها. ولكن هذه كلها قيم متوسطه وليست قيم دقيقه، ليست قيم تعبر عن الواقع 100%. يعني هل العلاقه بين الفولتج والتيار هل هي علاقه خطيه على يعني بالنسبه للمواد؟ هي علاقه مش خطيه اصلا يعني، ولكن التجربة، يعني لما نديروا في التجارب ونديروا مثلا في الكير فيتنج فطلعوا العلاقة خطية ونقول الخط هذا هو متوسط ما يسمى بالمقاومة، فهذه كلها عبارة عن إيش؟ عبارة عن تقريبات، والتقريبات اللي تشتغل حقيقة، وهذه لحسن الحظ. يعني أن كل هذه التقريبات وكل هذه الـ يعني الابروكسيميشنز اللي نحن نديروا فيها، ان هي تشتغل، واستطعنا احنا مثلا نبني معدات واجهزه بيسد على هذه التقريبات. ولكن لما نحكي على 100%، طبعا قانون اوم انت بتدخل فيه معاملات كثيره جدا جدا. مثلا في عندنا الثيرمال نويس اللي هي الضجيج الحراري الموجود فيها، عندنا كذلك السكن افكت اذا كان عندنا التيار متردد، عندنا المقاومه قيمه تاثرها بالحراره بجو المحيط، عندنا الرطوبه ولها تاثير على قيمه المقاومه، عندنا كذلك الكاباستنس اللي هي السعه اللي هي ديستريبيوتد بين طرفين المقاومه، عندنا المقاومه نفسها عباره عن موصل، وبالتالي عندها نوع من الاندكتنس او الحثيه. وبالاضافه الى قيمه المقاومه اللي هي حتكون بلس ماينس فيها نسبه خطا، عندك الايج بتاع المقاومة، عندك المقاومة نفسها لما يمر بها التيار ممكن تسخن، وبعد لما تسخن حتتغير قيمتها. يعني أشياء كثيرة جدا 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 يعني يصعب علينا إن إحنا نعددوها في في في, في محاضرة. هذا بالإضافة إنك لما تمشي للكوانتوم ليفلز تبدأ يطلع لك أشياء أخرى، مثلا الإلكترونات كيف تمشي، الإلكترونات تمشي بشكل عشوائي، وإن كان طبعا الفولتج يجبرها إنها تمشي في اتجاه معين، ولكن ما تمشيش في خط مستقيم، حتمشي بشكل متعرج، ممكن تصدم، واللي هي طبعا حتكون تاثيرها واضح جدا في حاله السيمي كوندكتورز اللي يسمى بالشوت نويز. وبالتالي لكن في حاله الكوندكتورز العاديه ممكن ان هي تعوض بعضها البعض، اون ذا افريج يعني الافكت بتاعها ممكن يكون زيرو، ولكن مع ذلك اون ذا افريج معناها على اللونج ران، على زمن. ولكن في حاله انستنتينيوس في لحظه معينه لها تاثير. وبالتالي يعني شوف انت قانون اوم وفيه من التعقيد ما لا يخطر على بال يعني. وبالتالي دائما الانسرتينتي حاضره وموجوده في كل ما هو حولنا يعني. تمام. الان كيف ممكن نتعامل مع الانسرتينتي؟ نشوفوا هنا مثلا ان عندك ظواهر معينه سيبتومز. يعني حناخذ مثال بسيط ان سيبتومز اللي هو قد تكون مثلا الأعراض لمرض معين. جانا شخص المستشفى عنده أعراض معينة، مثلا عنده صداع، فسيبتومز هو الصداع مثلا.
شنو سبب الصداع؟ ممكن تكون عندنا بوسيبل 1، قد يكون عنده ضغط عالي، قد يكون عنده مثلا سكر، قد يكون عنده قلة نوم، قد يكون يعني عندنا أسباب كثيرة جدا. تمام، صداع نصفي مثلا، عنده في أسباب كثيرة لهذا الصداع، الشخص اللي جانا جيوب أنفية مثلا إلى آخره. مش بالضرورة المرضى، يعني ممكن مثلا السيبتومز هذين من الكتريكال ماشين، عندك محرك مثلا كهربائي يدير في صوت، السيبتومز هو الصوت، قد يكون عندك فايبريشن، الصوت نتيجة الفايبريشن اللي هو الفايبريشن هذا قد يكون نتيجة مثلا انحناء بسيط في الروتر مثلا، قد يكون نتيجة عدم انتظام التيار الكهربائي، يعني أسباب كثيرة مثلا. ففي بيسد على الـ على الـ على, الـ على الـ الاعراض حيكون عندنا اسباب. تمام، اي سبب فيهن؟ هل عندنا انسرتينتي الان، عندنا عدم يقين اي سبب. يعني مثلا تخيل طبيب هذا اتصل به المريض وقال له، ما يعرفش عمره ما شافه، وقال له دكتور انا عندي صداع شديد. فهذا الطبيب يعني لو فرضنا انه هو كيف متخرج من الطب وما عندهش خلفيه على نسب الصداع في المجتمع وشنو تاثير الامراض اللي ممكن تسبب الصداع، لكن هو يعني او ممكن نسيها، ففي البدايه كل احتمال بالنسبه له حيكون متساوي. مثلا لو كان جاء في باله 10 احتمالات لهذا الصداع، فاحتمال كل واحد فيه 10%، فنقول هذا مثلا الشخص او الطبيب هنا في هذه الحاله هو ما عندهش اي معلومات مسبقه ممكن يبني عليها احتمالات. لكن مثلا طبيب ممارس للمهنه ويمر عليه مرضى كثيرين يعني، ونتيجه الخبره الوظيفيه بتاعه اصبح عنده مثلا اغلب الجماعه اللي عندهم صداع حقيقه مثلا سببها قله النوم، مثلا 60% قله نوم، 10% مثلا ارتفاع الضغط الى اخره. مثلا هذه الخبره هو بناها نتيجه ممارسه المهنه او نتيجه الاكسبيرينس، لكن مش نتيجه المريض هذا بالذات. فالمريض اتصل بي قال لي دكتور انا عندي صداع، فهو في البدايه يعني ضمنيا انه هو قد يكون 60% قد يكون بجرد قلة نوم، فيسال اول سؤال يسال يقول ترقد كويس مثلا. فهنا يكون عندنا الترتيب نتيجه الاكسبيرينس، ولكن الاحتمالات طبعا مش حتكون متساويه، يعني الانسرتينتي اقل. ليش انسرتينتي اقل؟ لانه هو عنده اكسبيرينس، فهو استخدم الاكسبيرينس بتاعه. طبعا الكلام هذا مهم جدا، لان بعدين هنشوفه تطبيقه في الارتفيشال انتليجنس في الماشين ليرنينج، يعني في تطبيقات التعليم الاله هذا حيتم تطبيقه بعدين يعني. فالطبيب استخدم الخبره بتاعه السابقه في تغيير احتمالات الانسرتينتي. الان مش ماكسيمم، قل الانسرتينتي بتاعه. مثل نفس الشيء المهندس اللي يشتغل مثلا في الـ في الـ في فتره طويله يشتغل مع الكتريكال ماشينز، فلم يسمع النويز، شنو نوعيه الكتريكال ماشين هذا اي بي بي، راه في الغالب حيكون السبب الفلاني، لانه مشتغل مع مجموعه الكتريكال ماشينز ويعرف مثلا انواع الاي بي بي شنو مشاكلها، انواع مثلا اللي تاتي مثلا من سيمس شنو مشاكلها، فهو عارف الانواع والمشاكل، وبالتالي هو يستطيع ان يخمن. الان الاحتماليه مش 50-50، الان الاحتماليه ممكن تكون مثلا 80-20 مثلا اذا كان هو محصور ما بين مشكلتين. تمام، شو الخطوه اللي احنا ممكن نديروها بحيث نقصوا من او 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 او, أو هات يعني كيف نقلل من الانسرتينتي، من عدم اليقين، او كيف نزيد الحتميه في اتخاذ القرار او نقلل من عدم اليقين حول الاسباب المتوقعه؟ طبعا الطريقه المتوقعه هي زياده المعلومات حول هذه الحاله بالذات، يعني زي ما قلنا في البدايه، عندك بريفيس اكسبيرينس اللي هي الخبره السابقه، هذه تقلل من الانسرتينتي، تقلل من عدم اليقين. ثم للكيس نفسها اللي جت ممكن نقلل زياده من عدم اليقين باستخدام الميجرمنت، بزياده المعلومات. زياده المعلومات شو معناها؟ يعني بندير ميجرمنت، ندير قياسات معينه لهذا مثلا الشخص المريض اللي جاني ببساطه، مثلا هل هي ممكن تكون قله نوم او ممكن تكون ضغط، فانا ممكن نقيس له الضغط على سبيل المثال. فلما انا قست الضغط قلت لي الضغط طبيعي، معناها انا حولت هذا الاحتمال. لما نحول احتمال زياده الضغط شو معناها؟ الاحتماليه بتاعه اللي كانت موجوده هنا مثلا 10% كان ممكن تكون زياده الضغط، هذه حولناها، فهنا حتنتقل هذه الى القيم الاخرى
عرفت؟ وبالتالي ممكن تزيد او تنقص واحده من الاذر بوسيبيليتيز، وهذه طبعا معناها انا قللت الانسرتينتي، قللت الانسرتينتي الا طبعا في حاله لو انه انتقل بشكل متساوي لجميع القيم الاخرى. فالبروبر ميجرمنت وبعدين ندير اناليسيس تحليل للقياسات، وبعدين ممكن بناء على تحليل القياسات ممكن نطلب قياسات اخرى وبعدين نحلل ونطلب قياسات اخرى. البروسس هذه المفروض تنتهي ايش؟ المفروض تنتهي الى عدد من الاسباب يكون اقل. مثلا في البدايه كان عندي ممكن تكون 10 اسباب، بعد عمليات القياس ممكن تكون سببين واحد واثنين، بس ممكن تكون ثلاث اسباب فقط، واحد واثنين ثلاثه. فهنا عدد الاحتمالات ينبغي ان يكون اقل من عدد الاحتمالات قبل وجود المعلومات، وبالتالي بهذه الطريقه انا ندير في هاندلينج او نديره في تقليل لعدم اليقين. زياده المعلومات دائما تقلل من عدم اليقين وتزيد من 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 من, من تزيد من اليقين بتاعنا انه وين حتكون المشكله. طبعا المفروض البروسيس هذه تستمر حتى في النهايه بالكل نحدد بالضبط اين هو الخلل او اين هي المشكله، يعني سواء كانت مثلا في المرضى او كانت مثلا في محركات كهربائيه، والله في ستوك ماركت مثلا في مجتمع معين. مثلا نشوف في المجتمع على سبيل المثال نشوفوا ان عندنا ظاهر في المجتمع ان الناس مثلا غالب في نسبه كبيره جدا من الناس ما تحترمش مثلا في 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 اشارات المرور مثلا، فيطلع بالضي احمر مثلا. هذه ظاهره موجوده في المجتمع نشوف فيها مثلا بالنسبه لا باس بها من الناس. فشن هي الاسباب؟ هنا نبدا في دراسه الاسباب. مثلا هل هي مثلا عدم خوف من القانون او عدم غياب او غياب القانون حقيقه او مثلا او عدم خوف منا، او مثلا ان ال ترافيك لايتس او 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 اشارات المرور اصلا ما هيش مصمم بشكل جيد او الطرق غير مهيئه بشكل جيد مثلا. اسباب كثيره جدا، فممكن تبدا الدراسه وقد تكون مجموعه اسباب متداخله مش بالضروره تكون سبب واحد. ديزل انجن مثلا، محرك ديزل ترانسفورمر مثلا، عندنا ترانسفورمر محول كهربائي ارتفعت حرارته بشكل كبير، فشنو الاسباب؟ عندنا اسباب كثيره مثلا. فكل هذه الاشياء تعتبر عندنا سيبتموس ظاهره، وعندنا بعدين هيدن ريزونز او اسباب غير ظاهره. ونبغى نعرف نحن من السيبتموس نبغى نحاول نصل الى الاسباب اللي سببت هذه الظواهر. اوكي، النقطه الاخيره نتحدث عنها اليوم في الدردشه الثالثه اللي هي انواع الانسرتينتيز وكيف انك انت ممكن تتعامل معها. فلو صح التعبير ممكن نسميها عدم يقين ناتج من احياء او من كائنات عاقله، كائنات عاقلة أو كائنات حية، صح؟ يعني كائنات حية أعم، ولكن نحن طبعاً كائنات العاقلة اللي هي تتحرك وفقاً لأوبجكتيفز معينة وممكن أو أهداف معينة وممكن تغير ردود الأفعال بتاعها على حسب الوضعية. فهي طبعاً معقدة جداً، يعني اللي هي الراشونال. طبعا العاقل طبعا هو البشر الدرجه الاولى، ولكن حتى غير العاقله مثل الحيوانات، مثل الحشرات، البكتيريا، حتى على مستوى الخليه. يعني هل تعرفوا مثلا الى الان الخلايا الحيه لا يوجد نموذج دقيق لها، يعني الى الان يعني مثلا شوفوا البعيد عنا وعنكم مثلا خلايا سرطانيه مثلا كيف يتعاملوا معها، كيف لما يعطوها مثلا الادويه الكيميائيه وتقتلها لكن يبقى جزء، كيف جزء يكتسب مناعه وكيف يبدا يعني تشعر كان يتعاملوا مع كائن عاقل، كيف يكتسب مناعه وكيف يحط نفسه ب ب ب ب يعني بمقاومه. في البدايه ممكن يموت من اعداد كبيره نتيجه الدواء او نتيجه الاشعاع، وبعدين يبدا هو يستخدم في صح التعبير تريكس، صح التعبير انه هو كيف يتعامل معها وكيف ان الجرعات الاخرى تصبح غير 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 فعاله.
فيعني هذا عم تتخيل على مستوى خلية يعني على مستوى خلايا يعني مش حتى وهكذا يعني. فهنا الريسبونس أو ردة الفعل من الكائنات العاقلة أو الكائنات الحية يختلف عن الأنسرتينتي نتيجة الراشونال اللي هي كائنات غير حية مثلا تتعامل مع ترانسفورم تتعامل مع مايكرو جريد مثلا او تتعامل مع شركه مع محطه كهرباء او تتعامل مع يعني مع اداه غير حيه ولكن نعملها نموذج رياضي ونبدا نحاول نقلل من الانسرتينتي بتاعها بالنظر الى هذا النموذج. فهنا عندنا نوعين من الانسرتينتيز، الانسرتينتيز اللي هي ردود الافعال من الكائنات الحيه وثم يعني تمثيل ال ريسبونس او ردود الفعل او نمذجة الكائنات الغير حية او الاشياء الغير حية بشكل عام. طبعا حنشوف تفاصيل بعدين ان شاء الله خلال هذه الدردشة. في 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 الراشونال طبعا اللي هي الكائنات الحية ممكن تمثيلها كيعني نضع لها النمذجة تسمى في عندنا الكوجنيتيف اللي هو الادراكي، النموذج الادراكي او النموذج العشوائي ستوكاستيك، النموذج الحتمي ديترمينستيك، والنموذج البيهيفيرال اللي هي نتيجه السلوك. وعندنا كذلك مهم هل هو عندنا كومبليت ولا انكومبليت انفورميشن، شنو الافكت بتاعهم وشنو تاثيرهم على النموذج. وعندما نبني النموذج نبدا كيف نحن ممكن نقسم الانسرتينتي. طبعا انقاص الانسرتينتي هنا يحتاج مثلا الى وضع النموذج او رياضي يعتمد على البينيفيت او على النفعيه، يعني الكائن الحي دائما يبحث عن منفعه معينه ويعمل على تحقيق هذه المنفعه. وبالتالي واحده من الطرق اللي تسمى بالجيم ثيوري او النموذج او نظريه اللعبه هي احد الطرق لمعرفه الريسبونس او ردود الافعال الكائنات الحيه. لان ممكن مثلا لما نشوفه في منطقه معينه في نسبه كبيره من عدم احترام مثلا الضوء الترافيك لايتس اللي هي علامات المرور مثلا. فلو كان نسبه معينه من الناس ما تحترمش هذه علامات المرور هذينا، فشنو تاثير او ردود افعال بقيه الناس؟ طبعا هنا نحتاج الجيم ثيوري، هي ممكن نتعامل وممكن تضع لنا يعني كيف الناس اللي تعاملت، وممكن حتى نفسر ردود افعال الناس. يعني مثلا واحد لما شاف لي قدامه يطلع وضيء حمر مثلا، واحد طلع حتى هو، واحد ما طلعش، ليش هذا طلع وهذا ما طلعش؟ هذه ممكن تفسروها ردود افعال الناس باستخدام الجيم ثيوري. وطبعا هنا في عندنا انواع كثيره حقيقه، مثلا اللي هي نقطه الاتزان هو ناش كوليبرم. في عندنا ممكن كوبريتيف ولا نون كوبريتيف جيمز اللي هي الناس اللي او الاحياء الموجوده في هالجيم، هل هم بينهم كوميونيكيشن ولا فيش بينهم كوميونيكيشن، في اتصالات وفيش اتصالات. مثلا بالنسبه للحيوانات اللي هي تتعامل بشكل غريزي، فهنا مثلا كيف ممكن نضع لها النموذج اللي في داروين داينامكس مثلا ولا ايفولوشنري موديل. كذلك ايجاد النقطه الاوبتيمم او النقطه اللي هي مفيده للجميع واللي هي تسمى الوين وين جيم اللي تسمى بالباريتو اوبتيمم. فهنا هذه كلها مثلا نستطيع ان احنا ندرس ردود الافعال ونتوقع الناس كيف ممكن ترد افعالها وفقا لهذا البراند. طبعا الراشونال هنا ممكن نضع فيه الشركات، ممكن نضع الدول، ممكن نضع الافراد، ممكن نضع الحيوانات، ممكن نضع الخلايا، اشياء كثيره جدا ممكن نضعها في هذا الفرع. الفرع الثاني اللي هو الراشونال. الراشونال زي ما قلنا نحن نضع في النموذج مثلا ترانسفورمر او لمحطه او لجنريشن في شركه الكهرباء مثلا، او مثلا للعرض والطلب لاسواق معينه. فهنا مثلا نضع القوانين او النماذج للتعامل مع الايراشونال. عندنا مثلا النموذج الخطي مقابل الغير خطي، في عندنا مثلا بروبيلتي ثيوري ولا البوسيبيلتي ثيوري مثلا، في عندنا هل هو هذا النموذج ممكن يكون تايم فارينج ولا تايم انفاريانت مثلا، في عندنا ستاتيك ولا دايناميك مثلا سيستم، هل هو ديترمينستيك ولا بروبابيلستيك، اند سو اون. طبعا كيف الهاندلنج
الانسرتينتي كذا قل الانسرتينتي. طبعا في عندنا تكنيكس كثيره جدا في الراشونال المعروفات، مثل كانمان فلتر، ممكن بالسيموليشن بالمونتي كارلو سيموليشن، في عندنا طرق احصائيه، عندنا طرق رياضيه، عندنا مثلا باستخدام البروبابيلتي ثيوري اوف ستوكاستيك، عندنا مثلا ماكسيمم لايكلي هود، المشين ليرنينج. طبعا المواضيع الان تعتبر من الاشياء المهمه جدا، تطبيقاتها مهمه جدا في المشين ليرنينج، الجينيتك الجوريثمز مثلا في ايجاد النقطه المثلى، في في بحيث ان يعني ما هي النقطه المثلى اللي هي في رد الفعل للماشين هذه، مثلا هي ما هي النقطه، ايجاد النقطه المثلى في خصوصا لما يكون عندنا عدد كبير جدا من النقاط، يعني اللي هي يسمو فيها لما تكون نون كونفكس بروبلم. فهنا الجينيتك الجوريثم لها تطبيقات، الكونتينوس والديسكريت هل هو مستمر والا متقطع، النيورال نتوركس طبعا كنوع من الماشين ليرنينج، المهم الستوكاستيك ديفرنشال ايكويشن، المعادلات التفاضليه العشوائيه، اشياء كثيره جدا ممكن نستخدمها نحن في تقليل الانسرتينتي او عدم اليقين بالنسبه للايرشنال سيستمز. حاولت ان نجمل الموضوع الان، ان شاء الله يعني الدردشه القادمه حتكون حول بعض هذه الطرق، حنمشي نستعرضها بعض هذه الطرق. مثلا اول وحده حتكون في الدردشه القادمه اللي هي الجيم ثيوري، وحنشوف الجيم ثيوري كيف ان هي تستطيع انها تتنبأ او تستطيع ان تقلل من 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 من, من عدم اليقين في ردود افعال اللي هي الرش بلايرز اللاعبين العاقلين او الاحياء بشكل عام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونشوفكم في الدردشه القادمه ان شاء الله تعالى. شايف طولت معكم شويه اليوم، السلام عليكم.